يقول السائل: إذا صليت الظهر مع العصر جمع تقديم، فإذا صليت الظهر مع العصر جمع تقديم، فهل يدخل وقت النهي من حين انتهائي من الصلاة، أم يجوز لي أن أصلي النافلة إلى أن يؤذن العصر؟ لا، ما يجوز. إذا صليت العصر دخل وقت النهي، ولو كانت مجموعة مع الظهر في وقت الظهر يدخل وقت النهي في حقك أنت، لا في حق بقية الناس. نعم.